السلام عليكم اخوتي، اهلا مرحبا بكم في طبخ وصفات لاله فاطمه. ما شاء الله وصفه جديده نحضر معكم ان شاء الله. واحد الخبز بواحد الطريقه اللي مختلفه، كيجي الشكل ديالو رائع وكذلك المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. مهم قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش دعموني بلايك ديالكم باش تشجعوني، وكذلك اول مره كتشوفوني فما نساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. ودابا خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير فغنحتاج 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق، ما يعادل 500 غرام اللي هي نص كيلو، نضيف معلقه كبيره ديال خميره الخبز، الخميره الفوريه ما يعادل 10 غرام، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال السكر سنيده باش هكا يعني الخبز ديالنا كيجي محمر. وفي هذه المرحله هذه فغنعجن العجين بالحليب الدافئ. عندي هنايا جوج ديال الكيسان ديال العنبه ديال الحليب الدافئ، ما يعادل 300 مليلتر، يعني كل كاس كيوزن 150 مليلتر. كنحاولوا كنخدموا الخميره هي الاولى باش هكا كتذوب، ما يبقاولناش الحبيبات ديال الخميره في العجين. وغنجمع العجين، حاولوا نضيفوا الحليب غير بشويه باش هكا يعني ما نجريوش الخليط ديالنا، ولكن بالنسبه لهاد الكميه هذه ديال الحليب كتجي هي هذيك، حاولوا كنضيفوها بشويه لحقاش كيكون الاختلاف بعض المرات في النوعيه ديال الدقيق، يعني كاينه نوعيه كتمتص السوائل وكاينه اللي ما كتمتصش، لكن في الغالب دائما كنحتاجوا هكا جوج ديال الكيسان ما كنزيدوش عليهم. كما كتشوفوا معايا انا درت الكميه كامله ديال الحليب، وغنجمع العجين، يعني هذه الكميه هذه كتجي هي هذيك، وهذه هي العجينه ديالنا. كما كتشوفوا كنحسوا بها هكا بحال اللي راها ثقيله شي شويه، يعني متماسكه شي شويه بهذا الشكل. دابا غنضيفوا معلقه صغيره ديال الزبده، كما كتشوفوا معايا فالمعلقه عامره مزيان على هذا الشكل. نحاول انني نجمع العجين مزيان هكايا حتى تختفى لنا الزبده. بالنسبه لهاد الزبده هذه فكتخفف العجينه واحد شويه، كما شفتوا معايا العجينه يعني كانت ولات متماسكه، لكن ملي غندمجوا هاد الزبده مزيان فالعجينه غتولي طريه وغتخفف واحد شويه، غتلاحظوا معايا ان شاء الله تبدل. وهذا هو القوام ديال العجينه، يعني العجينه رطبه على هاد الشكل كما كتشوفوا معايا، يعني العجينه خفيفه ماشي العجينه متماسكه، يعني العجينه ما خفيفاش بزاف، وفي نفس اللحظه العجينه عاوتاني ماشي متماسكه على هذا الشكل هذايا. دابا نحاول انني ندلك العجينه واحد شويه، كما معروف في الخبز كندلكوه واحد شويه، انا ندلكها تقريبا غير واحد 40 ثانيه دقيقه ما كاملاش، باش هكا العجينه كتشرب من السوائل مزيان. هذه هي العجينه ديالنا كتجي على هذا الشكل، يعني عجينه رطبه. دابا غنبهل العجين ديالي بواحد شويه ديال الزيت النباتيه باش هكا كنساعدوا العجين انها تختمر مزيان. نغطي العجين بهذا البلاستيك هذا ونغطيها كذلك واحد المنديل، ونخليها حتى تختمر مزيان. اطاف الحجم ديالها ضروري، هذا العجين هذا كيختمر غير مره واحده، لذا ضروري ما نخليوه حتى يختمر مزيان ويضاعف الحجم ديالو مزيان كما قلت لكم. وهذا هو العجين ديالنا بعد ما اختمر مزيان وطاح الحجم ديالو، كما كتشوفوا معايا يعني كيولي العجين مختامر. نحاول اننا نخرجوا الهواء ديال العجين، ضروري كما قلت لكم من قبل في هذه المرحله خليوا العجينه حتى تختمر. وبالنسبه للمده ديال الاختمار فهي كتبقى يعني على حسب الجو. نحاول انني نقسم العجينه على خمسه، من الافضل لك كان عندكم الميزان فحاولوا تعبروهم باش هكا كيجيكم مقادين. وهنايا فانا كورت العجينه وكذلك غطيتها هكا بواحد البلاستيك باش هكا كترتاح معانا. بالنسبه للحجم ديال الكواره فانا قسمت العجينه على خمسة، كل قطعه عندي فيها 186 غرام. بالنسبه للحجم ديال الكواره فهو كيبقى على حسب الطنجره ديالكم، تبعوا معايا ان شاء الله باش تعرفوني علاش كنهضر لكم. هنايا كما كتشوفوا معايا فمن بعد ما كيرتاح العجين، بسم الله، دابا نبداو نسرحوا في العجين. بالنسبه للعجينه في هذه المرحله ملي نكونوا كنسرحوها
ما كنستعملوا لا زيت ولا دقيق، يعني ما كنستعملوا والو، كنسرحوها غير هكايا وهي ما كتلتصق ما والو، يعني ما تخافوش. وهنايا مباشره كنبدا نلف العجين، بسم الله كنلف العجين وكنضغط عليه مزيان، لف ونضغط، ضروري ما تضغطوا مزيان باش هكا العجينه ديالكم ما تحلش. كنركزكم على هذه القضيه، ما تستعملوش الدقيق وكذلك ما تستعملوش الزيت، لحقاش الا استعملتوا الزيت ولا الدقيق العجين غيتحل معكم ملي غديروه في الماء. حاولوا اننا نغلقوا العجينه مزيان كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. وهذا هو الحجم ديال الكويره ديالنا. كما قلت لكم بالنسبه للطول ديال الخبز ديالنا فخصو يكون يعني على قد الطنجره، باش هكا ملي نجيو نطيبوا الباكيت ديالنا كيتخشى في الطنجره وما كيخرجش منها، لحقاش الا كان كبير هكايا ما غيتخشلناش في الطنجره. يعني الا كانت عندكم هكا واحد الطنجره اللي كبيره واخا ديروا الباكيت ديالكم طويل ماشي مشكل، كذلك واخا ديروا يعني واخا ديروا غير ثلاثه ديال الباكيطات ماشي مشكل، المهم فالصبر بنفس الطريقه. دابا غنغطي العجين بهذا البلاستيك الغذائي وغنمروا ان شاء الله باش نديروا الماء سخون. بالنسبه لهذه العجينه هذه فما كنخمروهاش في هذه المرحله، مباشره ندوزوا باش نغليوا الماء. وهنا كما كتشوفوا معايا فمن بعد ما كيوصل الماء لمرحله الغليان غنضيف في هذه المرحله هذه معلقه كبيره عامه مزيان ديال الملح، يعني الملح اللي كنتناولوه، وغنحرك وغنخلي يزيد يغلى شي شويه. هنايا كما كتشوفوا معايا عندي هنايا الورق ديال الطبخ دهنته بواحد شويه ديال الزيت، ضروري ما تدهنوا الورق ديالكم بالزيت باش هكا الورقه ما كتلصقناش فيها العجينه، خصوصا هذا الخبز هذا فكيلتصق في الورق. الا استعملتوا غير الطاوة يعني دهنوا غير الطاوة ديالكم وخدموا عادي. وفي المرحله هذه من بعد ما كيغلى الماء مزيان دابا غنضيف العجين، بسم الله على بركه الله. بالنسبه للعجين فغير كنضيفوه كنحاولوا كنديروا له الماء فوق منه باش كينتفخ مزيان كما كتشوفوا معايا، فكيبقى كينتفخ وكيبان لكم هكا بانه بقى كيتكمش من الفوق. بالنسبه لهذا الخبز هذا فما خصناش نخليوه مده طويله وهو في الماء، هكا غير واحد 30 ثانيه غير يبان لنا بانه انتفخ مزيان وصافي ونحيدوه. على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا دابا راه انتفخ، دابا غنحيدوه. بسم الله على بركه الله، نحاول اننا نهزو بها الطريقة ومباشرة كنوضعو في الطاوة. كما قلت لكم ما نخليوش الخبز ديالنا مدة طويلة وهو في الماء، وكنستمر بنفس الطريقة. وفي هاد المرحلة كما كتشوفو معايا نحاول انني نقطعهم بالسكين على هاد الشكل، كندير هكا واحد الشريطات اللي يكونوا خفاف يعني ما كنهبطهمش حتى لتحت. كما كتشوفو معايا بالنسبة للعجين فالعجينة كتبان لكم هكا مكمشة، يعني غندخل الفران وغتساوى ما تخافوش بتاتا. دابا مباشره ندخل الطاوه ديالي للفران. بغيت نقول لكم واحد القضيه مهمه بالنسبه لهاد الباكيط هذايا اولا الخبز، خصنا ضروري يعني منين نكونوا كنسلقوه وكنديروه في الماء يكون الفران عندنا كيسخن، يعني مباشره من بعد ما كنديروا العجينه ديالنا في الماء كندخلوه في الفران كتكون الفران سخونه. المهم انا غندخلو الفران وغنطيبو على نار اللي تكون متوسطه، المهم غنخليه يطيب على خاطرو النار تكون غير تحت منه حتى يبان لي بان يعني لتحت بقى كيتحمر، ديك الساعه نهبطو الجهه التانيه ياخذ هكا اللون الذهبي ونطلعو ان شاء الله. هذا هو الباكيط ديالنا من بعد ما طاب. بغيت نقول لكم واحد القضيه اللي مهمه بالنسبه لهذا الباكيط هذا، فملي تدخلوه للفران تسدو على الفران لمده 15 دقيقه باش هكا كتعطيوه المجال انه ينتفخ، ومن بعد عاد كتبقاو تراقبوه. هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا معايا فكيجيو طايبين من الفوق ومن التحت، بسم الله على بركه الله. دابا نحلو معكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل. هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا معايا فكيجي مجعد من الداخل ورطب. وهنا كما كتشوفوا معايا فهذا هو الباكيط ديالي من بعد ما عمرته، فانا هنا غير بغيت نوريكم يعني الشكل ديالو كيفاش كيجي ملي كيتعمر.
ودرت لها كاح شويه ديال المطيشه. وكذلك البصله بالنسبه للحشوه فيمكن لكم ديروا اي حشوه، يمكن لكم كديروا الطون، المهم كديروا اللي بغيتوا. اهم حاجه هو ان هذا الخبز هذا صراحه كيجي لذيذ، كيجي كافي واحد المذاق اللي مختلف على الكمير العادي اللي كنشريوه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه هنا الاعجاب ديالكم، وانا اكيد ان شاء الله الا جربتوه فغيعجبكم بزاف لحقاش، يعني ما كنخليوهش يختمر، كنضربنا غير واحد 30 ثانيه هو في الماء ومباشره كندخلوه للفران. المهم كما قلت لكم فكنتمنى ان شاء الله جربوه هنا الاعجاب ديالكم. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، لعجبكم الفيديو ما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم كما العاده باش تشجعوني، وكذلك ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد ديالي. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.